أربع شلاشين. رجعنا لكم مرة تانية وفخرة كولوسيز. النهاردة معنا دكتور مصطفى حامد، استشاري للأمراض الصدرية والبطنية والمستشار الطبي لشركة AMD للأدوية. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا صاحبي، منور كالعادة. أخبار صحة الناس إيه؟ طمني. الحمد لله إن شاء الله كويس، كله كويس، كله ماشي كويس يا رب دايما. طيب تعالى كده نبتدي النهاردة. دايما الحلقة اللي فاتت اتكلمنا بالتفاصيل عن الأوميجا 3، هنتكلم عليها النهاردة، بس عايز أبتدي بالأول بفيتامين يمكن أغلبيتنا مش عارفينه ومش عارفينه الفيتامين ده اهميته ايه للجسم، هو فيتامين اي. تمام، فيتامين اي ده بيعمل ايه؟ طيب احنا هنتكلم فيتامين اي على نقول فكرتين كده بساط، فيتامين الصحه والجمال، وفيتامين اي مهمته بالنسبه للمناعه ايه. طيب هنتكلم في المناعه عشان هو الجزء زي ما بيقول الصغير بالنسبه للفيتامين اي. فيتامين الف مهم جدا جدا للمناعه، لان هو مسؤول مسؤوليه كامله على سلامة الأغشية المخاطية لمنطقة الفم والأنف والعين. حضرتك لابس ماسك، ليه لابس الماسك؟ عشان خاطر لو في فيروس أو بكتيريا الجسم ممكن يتنقل عن طريق الهواء، فيقدر يلاقي الماسك موجود فبالتالي يمنع دخوله. طيب والعين؟ بحاول إن أنا أقدر ألبس أي ماسك، دلوقتي الناس بتعملها كتير. طيب أوريدي قبل ما أدور على الكلام ده لازم أدور على نفسي من جوه، هل فيتامين ألف عندي موجود بنسب كويسة ولا لا؟ لو موجود بنسب كويسة يبقى أنا أطمن إن الخلايا بتجدد بصفة مستمرة، الخلايا انتكت مع بعضها، يعني بمعنى صح متلاصقة تلاصق كويس، ما يحصلش مهاجمة للفيروس لجسمي. ده رقم واحد. رقم اتنين، بيزعمل زيادة في حيوية الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، ودول أهم جهازين عندي، لأني أنا لو نلاحظ إن فيروس كورونا أو كورونا فيروس بمعنى صح الكوفيد 19 بيقدر يضرب عن طريق الجهاز التنفسي أو عن طريق بنسبة أقل في الجهاز الهضمي، فبالتالي أنا لو قدرت أأمن النقطتين دول يبقى خلاص كده. أنا بالنسبة لي في نقطة كمان ميزة قوي قوي وعاوز أقولها لمرضى السكر بالنسبة لفيتامين ألف، لو موجود بمعدلات كويسة هنلاحظ إن فيتامين ألف هو حمض روتينويك أسيد. حمض روتينويك أسيد ده بيعمل عملية تنظيم لمستويات السكر في الدم. لما نظم مستويات السكر في الدم يبقى إذن أنا كده بدأت أقول لمريض السكر الدواء بتاعك اللي بتاخده هيبدأ يدي كفاءة وفعالية أفضل. كده احنا اتكلمنا على فيتامين اي، حضرتك قلت فيه شقين، شق الصحة والجمال وشق المناعة. نتكلم عن الصحة والجمال؟ يا ريت. وطبعا هذا الفيتامين موجود في المنتج المكمل الغذائي كولوسيز. مظبوط. الصحة والجمال هنلاحظ إن فيتامين ألف مهم جدا جدا عشان الشعر. أول حاجة بيعمل بالنسبة لجذور الشعر تعزيز لجذور الشعر بحيث إنه يخليها تكسب قوة لمعان، ده غير ان موضوع تساقط الشعر، موضوع تلف الشعر، الجفاف الشعريه نفسها، كل ده فيتامين الف ناقصه يعمل كده. طيب بالنسبه للبشره، ترطيب البشره بنلاحظ ان هو بيبدا يقلل موضوع التجاعيد اللي بتظهر على البشره. دلوقتي احنا بنستخدم انتي ايجينج كريم كتير جدا وفي سن الثلاثينات او بيقول لك اول العشرينات والعشرينات، طب ليه كل ده؟ لظهور التجاعيد في وشنا بدري. لا، ده انا عايز اقول لك ان فيتامين الف لو اوريدي عندك كويس فبالتالي هنقلل ظهور التجاعيد، او بمعنى صح السن اللي هو الموضوع ان انا يبقى سن كبير عن او بمعنى صح شكل كبير عن سني. أوكي. ده غير اخر حاجه الضوافر، طبعا مهم جدا جدا للمعان الضوافر، تقويه الضوافر، وفي ناس كتير قوي بتشتكي من تشققات في الضوافر. صحيح. فهو فيتامين الف كويس جدا في النقطه كده. قلنا فيتامين اي بالتفاصيل ويمكن اول مره نشرحه بالتفاصيل. مظبوط. كنا دايما بنتكلم عن اوميجا 3 وفيتامين دي، انا كده حبيت النهارده ابتدي بفيتامين الف علشان نستفيد فيه. مظبوط. على قد ما نقدر. طيب ايه كمان موجود في الحبايه بتاعتنا؟ الكولوسيز ميزته انه احنا قلنا فيتامين الف وفيتامين د، تاكد واوميجا 3. تأكد ان انا بقول فيتامين الف وفيتامين د واوميجا 3 لان الثلاثه بيكملوا بعض. ايه علاقه فيتامين د بالف؟ طيب ممتاز جدا. فيتامين د احنا اتفقنا ان احنا عايزين من الف المناعه، طب د برضه بيقول له وانا برضه هديك المناعه. تخيل ان فيتامين د لقوا ان نقص فيتامين د بالنسبه للمرضى اللي تعرضوا لحالات كورونا واصيبوا بمضاعفات حاده فيها او تليفات على الرئه او قد سببت للوفاه، لقوا ان فيتامين د عندهم ناقص بنسبه كبيره جدا. طيب اولا قول لنا فيتامين د المفروض نسبته تبقى كام في الجسم؟ وقبل ما نقول ده خلينا نقول حاجه لمعامل التحاليل. نرجوهم انهم يرخصوا شويه تحليل فيتامين د، لان التحليل سعره من 700 ل 850 جنيه،
وده سعر كبير قوي. هو على فكره في يمكن النداء بتاع حضرتك ده في بعض الناس استجابت ليه جدا، وفي عامل كتير استجابت ليه، ان بدا فعلا فيتامين د بيبقى رخيص بطريقه كويسه جدا، لدرجه ان هو ممكن يعمله لو انا هعمل باكج في معمل مثلا معين تحاليل معينه يقول لك وانا هعمل لك فيتامين د معاه كمان بالمره يعني. فوق البيع يعني. لا اصل هو احنا يمكن في الاونه الاخيره ابتدينا نعرف اهميته بطريقه جامده جدا، واغلبيه الناس ما عندهاش درايه ان هو قليل في جسمها. فهو يعني انا مثلا في زمان اكتشفت ان انا كان عندي فيتامين د 11 ده قليل جدا طبعا. فهو احكي لنا كده عنه، هو المفروض ما يقلش عن كام وما يزيدش عن كام؟ طيب في البدايه كده انا قبل ما اقول الجمله دي انا حابب اعرف الشخص يعرف عنده نقص فيتامين د ازاي. دلوقتي انا بفرض ما ان انا بحس باعراض غريبه جدا، ان انا عندي ضعف في العضلات، مش قادر اقوم اعمل حاجه، في ارهاق مستمر، في ذات نفسه وجع في العض، دي نقطه. النقطه الثانيه بلاحظ ذات نفسه في لين في العظام في الاطفال او هشاشه في العظام او نوع من انواع بنسميها زي مثلا ضعف في الاسنان، انا اسناني بتسوس بسهوله، بيحصل تكسير. كل ده فيتامين د؟ كل ده فيتامين د، ده انا بكلمك على جزء العظام. تخيل حضرتك بقى جزء المناعه، لما الاقي فيتامين د بس لوحده بيحاول يقلل نسبه 40% من انفلونزا الموسميه الاصابه بتاعتي، دي نسبه كبيره جدا بالنسبه لنا احنا في الطب. فعشان كده انا غرضي ان فيتامين د لابد ولازم اني انا اخده بصفه دوريه. طيب محتاج اخده منين؟ لو من اشعه الشمس اوكي، بس انا داخل على شتاء، يبقى اذا انا هلبس ده، انا بقفز مش بلبس ده، انا كل واحد فينا بيبقى مفيش حته مكشوفه فيه. طيب النقطه الثانيه عن طريق الاكل. طب اوريدي لو الفيتامين د في الكولوسيس بيقدر يديني الجرعه اليوميه بتاعتي، طب بتختلف من كام حسب السن. اذا كان واحد سنه ادلت بنسميه احنا السن بتاعنا، يبقى انا عايز من 600 ل 800 وحده دوليه. يبقى اذا قدرت ان انا اعوض النقص وفي نفس الوقت اامن الجهاز التنفسي عندي، بالذات لمرضى السكر، بالذات لمرضى القلب، مرضى الضغط، كل دول بالنسبه لهم الكولوسيس. هو هنا القرص فيه كام وحده؟ 500 وحده. 500 وحده، واحنا المفروض بناخد قرصين في اليوم. هاخد كبسولتين في اليوم ممتازين جدا. طيب الناس اللي هتروح تحلل الفيتامين د المفروض يتراوح من كام لكام؟ طيب احنا قبل ما نقول عايز احلل فيتامين د، فاوريدي بتختلف طبعا المعامل في التحاليل بتاعتها على حسب، لان انا ممكن اقول حاجه وممكن المعمل يحط ريفرنس ليه مختلف، ولكن في سفشنت وفي انسفشنت، في جزء بالنسبه لي يبقى انا مقبول وفي مقبول وفي غير مقبول، وفي جزء بيحصل توكسيستي. لا انا بتكلم يعني ايه توكسيستي؟ تسمم طبعا، لان في بعض الادويه بتبقى موجوده بتعوض نقص فيتامين د بكميه كبيره، بيبقى فيها 10,000 وحده دوليه. ده خطر. وفي طبعا ده خطر جدا. عشان كده انا بقول حاجه كويسه جدا، ليه بقول ان الكولوسيز ياخده كل حد حتى لو انا مش عامل تحليل؟ لان الكولوسيز بيديك الجرعه اليوميه بس بتاعتك بتاعت فيتامين د، فاذا انا مآمن ليه، امن لاي شخص حتى لو فيتامين د اوريدي عندك كويس، فالكولوسيز هيقدر يديك الحته دي كويسه جدا بالنسبه لك. طيب. الفيتامين د وفيتامين الف برضو علاقتهم ايه ببعض؟ لو ده ناقص عند يعني بيكملوا بعض في الجسم؟ بيكملوا بعض، لان احنا قلنا رقم واحد بالنسبه لنا المناعه. لو حصل ان دخل الفيروس وعدى فيتامين الف عن طريق الاغشيه المخاطيه، خلاص هو عدى المنطقه دي، فيتامين د بيستناه ازاي؟ بيقول له انا عندي خلايا قاتله بفرزها لك عشان اقدر اكل الفيروس ده. صحيح. ده غير ان فيتامين د، عايز اقول بشرة كويسه جدا لمرضى السكر. يا جماعه فيتامين د لو انا اب في البيت وعندي سكر وعندي ابن وخايف ان ابني ممكن هل يجيله سكر، انا بقلل حدوث اصابه المرض السكري الاول بنسبه حوالي 80% لو فيتامين د كويس عندي. طيب. وبنسبه 29% المرض السكري الثاني. طيب انا اخش على الاوميجا 3، اوميجا 3 ويمكن في امريكا الناس اللي فوق ال 40 بياخدوا دايما الاوميجا 3. مظبوط. بس احنا عايزين من قبل ال 40 يتهيألي. عايزين من سن سنه ياخد الاوميجا 3. طب اشمعنى؟ هو فوق ال 40 بياخد الاوميجا 3 عشان خاطر فيها طاقه ونشاط وحيويه. الاوميجا 3 بتديني 4 أضعاف الطاقه اللي بيديها لي مولوكيول الجلوكوز لوحده. فاذا لما اخد 4 أضعاف الطاقه، طاقه وحيويه ونشاط من الاوميجا 3، لا انا عايزها لكل السن، لكل المراحل عندي. زائد في حاجه بتنفع قوي فوق سن ال 40، الاوميجا 3 بتحاول تقلل نسبه الكوليسترول والدهون الثلاثيه بنسبه محترمه جدا. اوكي. فبالتالي مرض الضغط والقلب
ده بشرة كويسة جدا ليهم ان انا اخد الاوميجا 3 في الكولوسيس. طب احكي لي علاقة الاوميجا 3 مع فيتامين ايه مع النظر. ممتاز. طيب احنا خلينا كده نرجع الميه البيضاء بالذات يعني. الميه البيضاء نرجع للنشأة الاولى كده، لازم دايما نبتدي المشوار نرجع للاول. هنلاحظ ان الجنين في بطن الام بنلاحظ ان الشبكية بتاعت العين بتتكون من ايه؟ بتتكون من فيتامين الف. طيب الاوميجا 3 هي اللي بتكون خلايا المخ عند الجنين. فاذا انا لو الموضوع ده انسفيشنت عندي مش كافي عند الام الحامل، يبقى اذا انا هلاقي ان في جنين طالع لي، طفل طالع لي في مشكله، في نقص، عند نقص طول في نقص النظر او طول نظر او في مشكله في الابصار او الميه البيضاء اللي بنقول عليها. يبقى اذا انا محتاج فيتامين الف عشان موضوع ان انا يبقى احاول احد من الاطفال اللي بيطلعوا بنظارات دلوقتي، بيلبسوا نظارات بطريقه عنيفه جدا في سن صغير. ده غير موضوع العشاء الليلي، ده غير موضوع حرقان العين، ده غير موضوع الحاجات الموسميه اللي بتبقى في الربيع في انتقال الفصول. كل الكلام ده فيتامين الف بيأمنها لي جدا الموجود في الكولوسيس مع الاوميجا 3. مع الاوميجا 3 يعني طبعا فيتامين الف وفيتامين د بيكملوا بعض، مع الاوميجا 3 ده هيخلي الجسم صحته احسن، او هنقول ده مكمل غذائي هيكمل لنا الاكل اللي احنا بناكله يوميا، لان استحاله هناكل كل العناصر في مظبوط مظبوط مهما كلنا، وبالذات الاوميجا 3 عايزها من مصدر بحري. يعني انا لازم سمك. اكل مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع بس سمك سمك. طيب اوريدي انا لو المره دي اوكي، لكن الاسبوع ده هقدر امشي على الموضوع ده، لكن الاسبوع الجاي خليني اسالك، الاقراص دي بناخدها على الريق ولا بعد الاكل ولا في وسط الاكل ولا امتى؟ خلينا نقول ليه بنقول ناخدها على الريق، وليه بقول اخدها الصبح قبل الفطار على الريق؟ عشان انا بعايز طاقه كامله، ما تعملش حموضه او خالص. ليه بقى؟ لان ده اول حاجه ده زيت زي ما كلنا بناكل، ده رقم واحد. ده غير ان هو كبسوليتد. يعني ايه كبسوليتد؟ في كبسوله جيلاتينيه رخوه، الكبسوله دي اي كبسول في الدنيا عشان يقدر يمتص وتطلع الماده الفعاله منه لازم يكون عدى ال 12، فبالتالي اوريدي بيفتح في الامعاء فهو بعيد خالص عن المعده. وفي في الحقيقه في الكبسولات دي ميزه لطيفه انه يمكن كل كبسوله لوحدها في الشريط، مش كلهم في علبه ملزقين في بعض زي المستورد. المستورد كله على بعض، ما فتحت العلبه بقى ليها لايف، صح لايف سبان معانا. هنا كل كبسوله لوحدها مغلفه. مظبوط مظبوط مظبوط. بشكرك يا دكتور، ميرسي، شرفتنا ونورتنا. كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا بيك. بشكر دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والمستشار الطبي لشركه اي ام دي للادويه على وجود النهارده معانا في فقره كولوسيز. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم فاشن شو مع صانعة الأزياء أستاذة رشا عبد الوهاب. خليكم معانا لو سمحت. أربعة